السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين بزاف ديال الأشخاص كيتمنوا يتزادوا في الطول وخا غير بعض السنتيمترات، فإذا كنت أنت أو أنتي من ضمن هاد الأشخاص، هاد الفيديو غادي يساعدك وغادي يغير لك حياتك للأفضل. إذا في هاد الفيديو غادي نشوفوا 10 تمارين لزيادة الطول في واحد المدة قصيرة. وزيدك على هاد الشي واخا يكون عمرك اكثر من 25 سنة، يمكن جسمك يتزاد في الطول، ما تقلقش، كل حاجة عندها الحل. هاد التمارين اللي غادي تشوفوها صالحة حتى المشكل تقوص الظهر ومفيدة بزاف من العمود الفقري. قبل ما نبداو بغيتكم ما تبخلوش بابوني فلاشين وكليكي على جرس باش يوصلكم كل جديد. اذا نخليكم مع افضل 10 تمارين لدرجه انه يستهدف مفاصل الجسم وكيوليو بمنتهى المرونه. تعلق في البار والكف ديال يدك يكون مقابل الكتف، دير هاد التمرين لمده 20 ثانيه وارتاح 15 ثانيه وعاودو 3 مرات. هاد التمرين عنده فائده كبيره لانه يمرن العمود الفقري ويقوي جميع عضلات الجسم. التمرين الثاني وضعيات الكوبرا. كما كتشوفوا في الصوره كتطلق رجليك في الارض وكتعلي الصدر ديالك الى الامام، مع العلم ان منطقه الحوض ما خصهاش تقاس في الارض. هاد التمرين خصك دير منه 10 ثواني لكل 3 مرات، يعني ندير 10 ثواني ونرتاح وندير 10 ثواني ونرتاح وكذلك 10 ثواني ونرتاح لمده 3 مرات. كذلك هذا التمرين مفيد للعمود الفقري وعضلات الأرداف. التمرين الثالث، هذا التمرين توقف على يدين والساقين، ترفع ظهرك والحوض ديالك إلى الأعلى 10 ثواني وعاود التمرين 3 مرات. وباش يكون التمرين صحيح ويعطي نتيجة ما خصكش تطويل أو تثني الركبة ديالك، حاول ما أمكن تدخل صدرك للداخل. التمرين الرابع، ملي تقوم بهذه الوضعية حاول تعلي الحوض ديالك إلى الأعلى كما في الصورة، كتخلي راسك مرفوع باش ما يتضررش العمود الفقري. هذا التمرين خاصك دير منه 5 ثواني في 5 مرات، لأن التمرين شبه صعب ولكن الفائدة ديالو كبيرة ومهمة. التمرين الخامس هو تمرين سهل وبسيط وكنظن ان الدراري الصغار يقدروا يديروا. اذا كيف ما كتشوفوا في الصوره الرجلين خصهم يبقاو مطلوقين، ما خصكش تقوم بثاني الركبه، كذلك الايدي خصهم يبقاو مطلوقين على الارض. ملي تكون في هذه الوضعيه استخدم عمليه الشهيق والزفير. هذا التمرين خاص دير منه 10 ثواني في 3 مرات. التمرين السادس، كما كتشوفوا في الصورة حركة في منتهى الصعوبة، ولكن اللي ما كيقدرش يوصل بيديه الأقدام ديالو إمكانك توصل للحد الأقصى، ولكن بشرط أنك ما تطويش الركبة ديالك. هذا التمرين خاص دير منه 10 ثواني في 4 مرات. التمرين السابع، تمرين مفيد لعضلة الأرداف وللرجلين الخلفيين. تمرين مفيد لدرجة أنه يجعل الجسم مرن، وهذا ما يساعد في طول الجسم. إذا هذا التمرين خاص دير منه 15 ثانية في 3 مرات. تمرين ثاني، كنديرو نفس الوضعية اللي في الصورة. إذا ما قدرناش نوصلوا لأطراف الأقدام يمكن لينا نحاولوا نوصلوا للساق ديال الرجل، لأن كل ما وصلنا أكثر كل ما غتكون فائدة ديال التمرين أكثر. أهم حاجة هي ما خصناش نبنيو ركبة ونحاولوا نهبطوا الرأس ليصل ما أمكن إلى الفخذ. أما بالنسبة لرجل أخرى غادي نتنيوها كما في الصورة. التمرين غنديرو منه 15 ثانية في مرتين. تمرين تاسع،
التمرين صعيب شوية ولكن فائدته كبيرة. كيف ما كنشوفو نديرو الوضعية اللي في الصورة، كنخرجو من منطقة الصدر إلى الأعلى وكذلك الحوض. أما الرأس ما خصناش نتنيوه لأنه غيؤدي إلى ضرر العمود الفقري، لذلك خليو الرأس كما في الصورة. هذا التمرين خاص دير منه 5 ثواني في 3 مرات. التمرين العاشر. التمرين هو سهل جدا، يمكن لأي واحد يديره في داره. هذا التمرين غادي تحاول ما أمكن تفتح رجلك إلى أقصى حد ودير يدك على الأرض حدا القدم كما في الصورة. هذا التمرين خاص دير 30 ثانية لكل قدم في مرتين. إذن كيف ما شفنا، هادو هما 10 تمارين زيادة الطول ومضمونة 100%. هاد التمارين من أحسن مرسوه في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة. نتمنى يكون الفيديو نال إعجاب ديالكم. سلمنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم أي جديد.